طب انا عايز ننظم الاقتراحات الاخيره في كلام محدد للجنه. واحد، ان هناك اساس سياسي لابد من البدء بيه لاتخاذ اي يعني قرارات قانونيه. اساس سياسي ده هو موافقه المرشحين او من ينوب عنهم، ولذلك احنا بنقول دلوقتي للساده المرشحين الاثنين وحملتهم يا ريت نسمع تصريحات واضحه يا مجدي بالظبط وفوريه، لان الوقت بالساعات، حول مد التصويت ليوم ثالث سواء للوافدين فقط او للجميع. اثنين، انه الكلام اللي بعته القانوني شويه الاستاذ مجدي اللي هو الكبير جدا، الكبير جدا اللي هو عدم المساواه بين الخارج والداخل ده، بس كمان في كمان مساله ثانيه مستشار طارق الشبل احنا قلناها له، ده في عدم مساواه بين التصويت على الدستور اللي هو ابو القوانين وبين انتخاب شخص، بين الداخل يعني والداخل. تعتبر ده اهم بين شخص؟ طب بين الداخل والداخل ده مش اهم؟ اهم الدستور اللي جاب رئيس الجمهوريه، مفيش حد اهم من الدستور في البلد، وده يخلق مشكله ثانيه، لان المستشار طارق كان حساس، ما كنتش اقصد كده، ده يثير شبهه ان في لجنتين بيشتغلوا بطرق مختلفه، ارقى واعلى لجنتين انتخابيتين في مصر، واحده فيهم مش عايزه تاخد اجراء اللي عملته الاولى او الثانيه، ده معناه الحقيقه بيثير غبار لا يجب ابدا ان احنا نقبله، وبالتالي توحيد الاجراء في الانتخابين امر يعني يزيل اي شبهه حوالين السلطه القضائيه في مصر وبالتحديد اللجان الانتخابيه، وده امر لابد من الاخذ به شكل محدد. احنا عندنا اقتراح محدد ليوم ثالث للتصويت، لو يشمل كل المصريين يبقى خير وبركه، لو هناك بعض العقبات مع الفنيه مع تسهيل الوافدين طبعا، لا ما هو ده جواه بقى اجراءات بقى جديده في الحالتين، الوافدين لهم يوم مستقل او مع بقيه المصريين، عندنا بدءا من الحبر الفسفوري بالقارئ الالي بالاقرار تخريب البطاقه، تخريب البطاقه ده مواطن مشاهد قالها، تحلق له دماغه، اعمل اللي انت عايزه، علمه باي طريقه، بنقول بنقدم بس عشان يقول لك اعمله مثله في وشه اي حاجه، علمه لا والاشاره للبطاقه، يبص على البطاقه اذا كان هو في محافظه ولا محافظه ثانيه، لا طبعا ده بديهيه، بطاقته بتقول اسيوط وهو في القاهره، ده مهم واضحة. ده مهم طبعا، لا دي بديهيه، دي بديهيه، فبالتالي انا اظن ان احنا بنقدم لجنه الانتخابات الرئاسيه اهو اقتراحات محدده، وانا اظن ان احنا كلنا ثقه، هم بالتاكيد راغبين مثلنا واكثر في مشاركه الناس، وانها تخرج الانتخابات دي بشكل يعني يليق بمصر 30 و25 يناير، وانا اظن ان هم من الوارد جدا ان الكلام ده يدرس يا مجدي، واعتقد ان احنا ممكن الصبح نسمع كلام. هو بص شوف، هم لو اجتمعوا وقرروا ان هو بس كلمه واحده، ان يتيحوا لكل مواطن يريد التصويت ان يصوت بسهوله ويسر، هيعملوا ده، هيعملوا 100 حاجه،